القسم. نحن نشم رائحة الحرب ودخانها وكبريتها وبارودها، ونحن جالسون في بيوتنا كأن لم يحدث شيء، وكأن الحرب تدور بالقطب المنجمد الشمالي أو الجنوبي على حد سواء، ولم يعلم الناس إن الحرب تدور على الإمام الحجة ابن الحسن وليس على الجمهورية الإسلامية والتشيع فحسب، وإنما تريد إقصاء القرآن والإجهاز على ما بقي من العترة الطيبة الطاهرة. نحن على 1400 سنة نتمنى أن ننصر الإمام الحجة، ونتمنى كذبا وزورا أن نأخذ بثأر الحسين، ونتمنى كذبا ودجلا ونفاقا على أن نؤدي جزءا من الدين الذي أصبح في أعناقنا يطوقها من أجل رده إلى الإمام الحسين على ما فعله من أجلنا وإبقاء الرسالة السماوية ثابتة وصامدة. كل هذا يحتاج منا أن نسكت أم نتحدث، أن نثور أم ندس رؤوسنا بالتراب كالنعامة. ولكن أنا لا أعرف أن أدس رأسي، فقد خلقت حرا وقتل أهلي أمامي، وكنت أشد صلابة من الحجر الصوام، ويعلم الناس في قريتي هذا الأمر، صغيرهم حاقدهم محبهم لي. لم أنحني ولم أنكسر، وبندقيتي لم تبرد من أعدائي على الإطلاق. لذلك أقول للناس ليست عنصرا ولا تحزبا للجمهورية الإسلامية التي ندين لها بالولاء، هي تريد أن تدافع عن الإمام الحجة ابن الحسن، تريد أن تدافع عن من؟ عن ما بقي من العترة الطاهرة الطيبة. ونحن أهل العزاء كيف يعزين الإيراني؟ نحن عندنا الحسين، كيف نتنازل وننسى بالأمس أتتنا فلول الوهابية فأحرقت ودمرت كربلاء والنجف على حد سواء؟ هل نسيتم؟ اسألوا ما بقي من العمر إن كان عندكم صفحة تقرؤونها أو منشورا تتذكرونه. أقول لكم إن داعش هي من تصفيات الحساب لنا، وتصوروا لو دخلت داعش كربلاء ماذا تفعل بكم؟ أو دخلت داعش النجف ماذا تفعل في النجف؟ ولو أن عليا موجود، وأنا كلي ثقة إن عليا لن يتركنا، لأن عليا لن يصبر، لأن وجدنا متخاذلين. قال معلمي حينما أتت الفتوى لرد المعتدي الأمريكي والداعشي، لم نجد زعماء القوم في مقدمتها، وكان عليا حينما يحارب كان في أول القوم، فلم يقول لعمار اذهب وقاتل، ولا للمقداد، ولا يقول لمالك بن الأشتر، بل يخرج مثل الحسين، لأن الحسين أبوه علي، أنا في القلب وحبيب على الميسرة وبرير على الميمنة والعباس حامل رايتي. لم نرى هذا، ولو رأينا هذا لانقلبت الدنيا وذهب داعش وأغضنا الكفار كلهم وأرعبنا آل سعود، ولكن لم يحدث. قال معلمي وحقك، لو خرج زعيم القوم يحمل قرآن ربه لانقلبت الدنيا وأصبح الإمام الحجة يرونه الناس في هذا اليوم واقف يقول أنا الحجة.